Ladies and gentlemen, today هنتكلم عن حروف الجري في الانجليش. هتبقى حلقة شاملة كاملة صاحية نايمة سلمة ايه اللي انا بقوله ده. يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا نتكلم النهاردة على 4 prepositions، يعني 4 حروف جر. تمام، افتكر بس اول حاجة، الكلمة في الانجليش اسمها prepositions، و thanks god الحمد لله pre يعني قبل، دي بادئة جاية من اللغة اللاتينية، و position يعني وضع، يعني قبل الوضع، ماشي فاهمني، قبل الوضع. يعني دايما prepositions في الانجليش بتيجي قبل حروف، قبل الحروف الجر بتيجي قبل الاسماء في الانجليش، غير في لغات تانية زي الالماني مثلا، دي قصة كبيرة. النهارده بقى هنتكلم على 4 حروف جر: in, on, at وكمان by. هنتكلم الاول على الاستخدامات العامة، وفي اخر الفيديو هتكلم على شوية اختلافات كده في للناس المتقدمة في اللغة، وحاجات اسمها fixed expressions، يعني مصطلحات ثابتة. مصطلحات ثابتة يعني ما تسألنيش ليه، عشان انا بتعصب وانا يعني خلاص جالي امراض الدنيا كلها لما اقول fixed expressions، ما تقوليش في الكومنتس ليه، ماشي؟ طيب يلا بينا نبتدي مع اول حرف جر: in. نقول كلمة in مع ال preposition of time، احنا هنتكلم على ال preposition of time يعني الحروف الجر مع الاوقات، يبقى نفتكر على طول كلمة period يعني فترة. prepositions of time بتيجي مع الاوقات زي long periods، فترات الطويلة، centuries، زي مثلا I'll give you an example: in the 19th century the plague spread out، في القرن ال 19 وال 18 المهم الطاعون انتشر، اوكي؟ مع ال decades العقود، اقل شويه بقى من القرون، زي مثلا in the 70s، 70s اللي هي الفتره ما بين السبعينات ما بين سنه 70 وسنه 80، المهم in the 70s there was a sign of depression، كان في علامه كده لان هيحصل كساد. depression في الانجليش مش معناها بس احباط، في المصطلحات بتاعه الايكونومي او الاقتصاد بيبقى معناها كمان كساد. ننزل شويه years، دي كلها period. in 1989 I was born in 1989. ننزل شوية seasons، المواسم زي summer زي winter، in summer in winter. ننزل كمان شوية period، أقصر شوية اللي هي months أو الشهور، شهر وجمعها months لو فاكرين الفيديو بتاع الشهور. نقول in April in June and so on. إن كمان بتيجي مع parts of the day، يعني أجزاء اليوم، زي مثلا ما هنقول in the morning لو بتكلم عليها فترة ومش عايز أبقى محدد. in the morning، in the afternoon بعد الظهر، in the evening، واضرب بقى امثله زي ما انت عاوز. تالت حاجه ان ممكن تيجي لما تحب تتكلم على يعني a period required to do something or to finish a task، يعني في يعني فتره زمنيه انت ملتزم بيها انك تخلص فيها حاجه او شيء معين. مثلا مديرك بيسالك هتخلص الحاجه دي امتى؟ هتقول له مثلا I'll do it in 2 hours، تمام؟ or I'm gonna complete this in 2 hours، هخلص دوت في ساعتين، او in 2 weeks او in 2 months، زي ما انت عاوز. ان وبعدها period يعني الفترة اللي انت بتخلص فيها الحاجة دي. ان كمان في الانجليش ممكن نستخدمها بمعنى after، تمام؟ بالذات في الامريكان انجليش لازم تاخد بالك عشان ده common mistake بالناس، الناس اللي شغالة في customer service او في خدمة العملاء مع اجانب. لما يبقى عندك مثلا عندك مشكلة في السيستم وبتقول لي مثلا customer كلمني كمان ساعة، ما تقولوش call me after 1 hour، هيقولك sorry، لان call me after 1 hour يعني كلمني بعد ساعة ساعتين ثلاثة اربعة لما القيامة تقوم، يبقى انت بتقلبه كده. المفروض انك تقول call me in 1 hour، in 1 hour، in 2 hours، in 3 hours. تاني preposition معانا اللي هو on، وخليني بقى اقول لك حاجه كده يمكن ما سمعتهاش قبل كده. on اربطها بالسر اللذيذ دوت. on تيجي مع اي حاجه بتنتهي ب day في الانجليش. day اللي هو day، اليوم. عمرك سالت نفسك ليه ايام الاسبوع Monday، Tuesday، Wednesday، Thursday، Friday، whatsoever، ليه كلهم بياخدوا on؟ طب انت تعرف لما تقول لواحد في عيد ميلادي هتقول له on my birthday عشان اخرها day، holiday on my holiday، on my holiday عشان برضه بتنتهي ب day. ده حتى الفيستيفالز، اغلب الفيستيفالز في الانجلش دي هنتكلم عليها في رقم 3 بتاخد at، لكن لما تيجي لعيد الام لازم تعرف انها هتبقى on mother's day مش at mother's day. on mother's day في عيد الام I gave my ma a present، اديت مامتي هدية. فخد بالك من غير ما تحفظ on كتير قوي، on
بتستخدم في اي حاجه في الانجليش بتنتهي بالدي اي واي. طيب خلينا بقى نتكلم على رقم 3 اللي هي at. at في الانجليش بنستخدمها لما بنحب نتكلم عن specific times، يعني اوقات محدده، يعني مثلا I'll meet you at 6 p.m. الاوقات بتاعت اليوم كلها، ال daily hours. at بتيجي مع ايه كمان في الانجليش؟ بتيجي مع الفيستيفالز، يعني مثلا زي at Christmas. at Christmas طالما انا بتكلم على الفتره بتاعت الكريسماس او الكريسماس عموما، we enjoy at Christmas. انا بتكلم عموما، ما بتكلمش على اليوم بتاع الكريسماس عشان في حاجه نتكلم عليها في احيانا بتلاقي قبل كريسماس اون، هقول لك ليه، بس الطبيعي الفيستيفالز بنستخدم معاها at. فاكرين لما قلنا ان في ان اول حاجه قلنا بنقول in the morning, in the evening, in the afternoon، عشان دي بتبقى الى حد ما long period. لكن لما تحب تتكلم عن اوقات محدده في اليوم زي at night, at noon، at night بالليل، at noon في الظهيره، at midnight، at dawn، وهكذا وهكذا. الاجزاء الثانيه ديت في اليوم بنستخدم معاها at. باقي معانا by في الانجليش. by في الانجليش اللي هي by بتساوي no later than. no later than يعني هنخلص حاجه مش بعد الوقت دوت، يعني في end point، في وقت هنخلص فيه الحاجه دي. زي مثلا ايه، we should finish the meeting by 9. المفروض نخلص الميتنج الساعه 9، ما ينفعش بعد 9. البروكتور او المراقب في الامتحان مثلا بيعدي على الناس ويقول لهم مثلا you should finish the exam by 10. المفروض تخلص الامتحان الساعه 10، ما ينفعش بعد 10 بثانيه واحده. يلا بقى نشو اوف، يعني نتنطط. نتنطط يعني نتباهى باللغه العربيه الفصحى، يعني عشان لو حد مش مصري بيتفرج علينا يبقى فاهم. خلينا نشرح بقى الفرق ما بين ثلاث حاجات. نشرح الفرق ما بين at time و on time و in time. يا ترى ايه اللي فيهم صح؟ كلهم صح، بس كل واحده ليها استخدام مختلف. at time يعني في الوقت، زي مثلا لما تقول في الانجليش at this time of the year، في الوقت ده من السنه، at this time of the year we go to Sharm el-Sheikh، في الوقت ده من السنه دايما بنروح شرم الشيخ. فـ at time في الانجليش عموما معناها في الوقت دوت. بتيجي بقى مع تركيبات كتيره، ممكن يجي معاها of at the time of the year، زي ما قلنا at this time of the season، at the time being، ايا كان. تعالى بقى نخش على رقم 2. on time في الانجليش احنا بنستخدمها لما بنحب if we want to express punctuality، يعني لو عاوزين نقول ان عاوزين نعبر عن الدقه. اوكي، فساعتها لما انا مثلا ابقى مدير وبقول لحد you have to arrive on time، لازم توصل دايما في الوقت، تمام؟ يعني بالظبط، لا قبل ولا بعد. ده معنى كلمه on time، وده الاستخدام اللي احنا بنستخدمه فيها. on time لما تحب تعبر عن الدقه في المواعيد استخدمها. طيب in time، in time في الانجليش عشان الخصها لك، عشان في ناس بتلخبط ما بينها وما بين on time، معناها to have enough time to do something. ده معنى كلمة in time. فلما مثلا في الايربورت الكاستمرز لما يجي مثلا يسألوك، او الناس اللي مسافر يقول لك مثلا ايه when should I arrive at the airport، امتى المفروض ابقى موجود في المطار، فهتقول له مثلا 3 or 4 hours before your international flight. فممكن يسألك ساعتها يقول لك and I'll be in time، هو يقصد and I'll have enough time. enough time بقى عشان يحط يعني to check in his luggage، ان هو يتشيك ان اللوجج بتاعته ويخلص بقيه الاجراءات المفروض يخلصها. فان تايم في الانجلش معناها to have enough time to do something، عشان ما نخلطهاش ما بين on time، تمام؟ خلينا بقى نشرح كمان الفرق ما بين in a moment و at the moment. in a moment يعني later، I'll speak with you in a moment، هكلمك بعدين او في خلال لحظه شويه كده. لكن at the moment معناها now في الانجليش. what are you doing at the moment؟ يعني انت بتعمل ايه؟ what are you doing now؟ خلينا بقى كمان نتكلم على فرق ما بين البريتش انجلش والامريكان انجلش في الفيديو دوت، عشان نبقى غطينا برضو واحد من الفروقات ما بين الامريكان والبريتش. ويك اند او اجازه الاسبوع ونهايه الاسبوع اللي بتختلف من دوله للتانيه والديانه للتانيه، عندنا هنا في مصر فرايداي، عندهم هناك سانداي. ممكن نستخدم معاها اون او ات، الاثنين شغالين، واحده منهم تبقى امريكان انجلش والثانيه بريتش انجلش. كان المفروض ان انا اتكلم في حاجات اكتر عن الاكسبشنز او الاستثناءات، بس للاسف عشان وقت الفيديو ممكن ابقى اعمل حلقه ثانيه نتكلم فيها عن البريبوزيشنز، بس انا لميت حاجات كتير قوي في الفيديو دوت. لو الفيديو عجبك شير اند لايك،
Thank you and wish you all the best. يلا سلام.